السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. النهارده واستكمالا للوصفات الاقتصادية اللي بدأناها بقالنا فترة مكملين مع بعض بقى وهنعمل ايه؟ اكلات حلوة جدا، خاصة كمان ان شاء الله الأسبوع الجاي هيبقى رمضان بإذن الله، فكلنا بنحاول نعمل أي حاجة نقضي بيها الأيام دي، منها تبقى سهلة علينا ووقفتنا في المطبخ ما تطولش، وكمان تبقى إلى حد ما اقتصادية. فتعالوا بينا النهاردة هنعمل وصفات حلوة جدا، هنعمل بصارة وهنعمل كمان البتنجان البانيه، وهنعمل إيه كمان؟ هنعمل العجة. ثلاث وصفات سهلين جدا واقتصاديين ومش هيوقفوك كتير خالص خالص في المطبخ. بس قبل ما نبدأ الوصفات تعالوا نفتكر مع بعض الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. من أي تليفون أرضي على 0900 97 900، صح كده؟ 0900 900، ومن أي موبايل على 2600، صح الكلام؟ طيب الحمد لله أن صوتكم بعيد قوي. تمام، ويلا بينا بقى نبدأ الحلقة بتاعتنا. وعندنا أول حاجة البصارة. البصارة من الأكلات اللذيذة جدا واللي تتاكل سخنة وتتاكل باردة، تحفة. تعالوا بينا نشوف مقاديرها ونعرف مع بعض طريقة تحضيرها. عندنا نص كيلو فول مدشوش، هننقعه حوالي 6 ساعات، طبعا هننقيه وهنغسله وننقعه 6 ساعات ونغير بقى المية بتاعته. هنحتاج نص كوباية من الشبت المفروم، نص كوباية بقدونس مفروم، نص كوباية كزبرة خضراء مفرومة. هنحتاج كمان فصين من الثوم المفرومين، بصلة كبيرة متقطعة مكعبات إلى حد ما يعني متوسطة، معلقة كبيرة من الملوخية الناشفة. أما التقلية بتاعة البصارة هتبقى عبارة عن بصلة كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 3 معالق كبار من السمنة، معلقة كبيرة دقيق، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. زي ما انتم شايفين المقادير بسيطة والدنيا سهلة ان شاء الله. وتعالوا بينا بقى زي ما قلنا الفول بتاعنا مغسول واتنقع حوالي 6 ساعات بعد طبعا ما نقيناه وظبطناه ما يبقاش فيه اي شوائب بالشكل ده. فتعالوا بينا يلا ناخده ونروح على حل على النار علشان نبدأ ان احنا نسويه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الفول، عندنا كمان البصل والثوم، ونحط الميه المغليه ونغمر بيها الفول اللي عندنا مع البصل والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الفول المدشوش ما بياخدش وقت كبير في التسويه، خاصه كمان ان هو اتنقع. تمام قوي. هسيب بقى الفول يغلي مع البصل ويستوي مع البصل والثوم شويه، واول ما يجي يدخل في التسويه هبتدي احط الخضره علشان الخضره تفضل محتفظه بلونها وكمان طعمها وريحتها. فهنخلي بقى الفول على النار كده علشان يستوي، وبعد ما يخش كده في التسوية شوية هنضيف له باقي المكونات اللي عندنا، الكزبرة الشبت والبقدونس، وكمان معانا معلقة من الملوخية الناشفة. ويلا بينا بقى بعد ما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي. تعالوا بينا احنا مجهزين بقى شوية علشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنا الفول اهو، بعد بقى ما ضفنا له الملوخية والشبت والكزبرة وكل الحاجات الجميلة دي، ما تيجوا بينا بقى ايه نطحنه. يلا هنا في طريقتين ان احنا نطحن بيهم الفول، يا اما نحط البصارة او الفول ده في الخلاط بعد ما يهدى شوية من السخونية، يا اما ان احنا بالهاند بلندر ونبتدي ان احنا نفرمه بيه. تمام، فتعالوا بينا بقى ايه نفرمه يلا بالهاند بلندر. بسم الله الرحمن الرحيم. هيطول مش هيطول؟ انا مضطره اجيب الحله قدامي هنا عشان نطول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
زي الفل كده احنا جاهزين. تمام، تعالوا بقى نحطه على النار يغلي بقى مع بعضه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين نعمل له الطشه او التقليه بتاعه البصاره. هرجع ده بقى الناحيه دي. بسم الله. وتعالوا الناحيه دي بقى نحط طاسه كده على النار. بسم الله. ونحط فيها السمنه تسخن كويس على بال ما ندعك البصل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيره، ندعكه بالملح والدقيق. نشيل دي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نزيد دي هنا ونحط دي في الحوض. ويلا نحط السمنه في الطاسه تسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاجين بقى ايه؟ حاضر. فين؟ طيب انا هنقلها لك يا استاذ حمدي. ثواني. معانا ام ادم. الو. ازيك يا حبيبتي؟ الو. حلو كده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي في نعمه. اخبارك؟ الله يخليك. الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت بالف صحه وسلامه يا روح قلبي، منوراني. الله. يا حبيبتي كنت شفت في قعده امبارح ملوخيه ناشفه. الايه؟ ملوخيه ناشفه. اه. ايه اللي انت حطيتيه اخضر في الشوربه عشان يخضر الملوخيه؟ بصي، عودين سلق واخدين الورق منهم وكزبره خضراء. يعني سلق وكزبره خضراء. بس كده هيخلي بقى الملوخيه لونها اخضر وريحتها حلوه. تاخد الميه بتاعتهم؟ بالظبط كده. اه. ماشي يا حبيبتي. تسلمي لي يا رب. نورتيني. تسلمي لي يا روح قلبي. نورتيني يا روحي. مع الف سلام. تعالوا بينا بقى البصل بتاعنا. عندنا بصلايه كبيره كده هنفرمها متوسط، احط عليها معلقه من الدقيق ورشه من الملح. ونكلم ام اشرف. الو. الو. ايوه. ايوه. مساء الفل. ازيك يا شوف فاطمه؟ ازيك يا روح قلبي؟ عامله ايه؟ ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. تسلمي لي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بالف صحه وسلامه يا روح قلبي. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. منوره 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 يا روح قلبي. انتوا اللي منورين الدنيا كلها. تسلموا لي يا رب. الله يخليك. انت حضرتك كنت عارضه زبده قبل كده وقلت جميله جدا. اه. فانا عايزه اعرف منين، لاني انا جبت زبده بلدي واتغشيت كده. تمام. حاضر. عينينا. هننزل لك اسمها. حاضر. نورتينا يا روح قلبي. تعالوا بينا بقى ايه. حطينا السمنه على النار تسخن، وعندنا البصل دعكته بمعلقه دقيق ورشه ملح. وتعالوا ننزله بقى علشان نحمره كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. فايده الدقيق هيقرمش معايا البصل ويخلي كده ايه لونه حلو ومقرمش، ما يطراش مننا. عايزه اوريكم كمان هنا الفول اللي احنا حطيناه. بصوا غلي اهو وهيبتدي يدخل في التسويه. اول ما الاقيه بقى بدا يدخل في التسويه على طول هبتدي اضيف له الخضره. تمام. هنخليه دلوقتي بس مع بعضه شويه كده ونقلب البصل على النار لغايه ما ياخد معانا اللون الذهبي. لو واخدين بالكم كمان احنا معانا التوم ومعانا الكزبره. ما ينفعش احط التوم من البدايه لان التوم من الحاجات اللي بتتحمر اسرع كتير قوي قوي من البصل. فهستنى اما البصل يبتدي يدخل في اللون الذهبي، ياخد لون ذهبي حلو كده، وابتدي احط له التوم علشان التوم يفضل معايا لونه ذهبي وجميل وما يمررش مننا. تمام. يلا مش سامعاكوا على فكرة. منورين. طب يلا بينا. البصلة بدأت تحمر معانا. معلقة الملوخية اللي احنا ضفناها دي ليكوا فيها مطلق الحرية، تحطوها وتشيلوها، بس هي بتدي طعم كده وقوام للبصارة.
اه يعني في الصعيد هم فعلا اللي بيحطوها اكتر، هم بيحبوا الملوخيه الناشفه قوي. انا بصراحه عايزه بقى ايه اوجه كده ايه رساله تهنئه لمصورنا المحترم الذوق العالي، هقول ايه بس، الطيبه، الجدعانه، حاجات كتيره قوي قوي قوي. يعني قليل لما الواحد يقابل ناس كويسه في حياته. فبصراحه محمود فتحي مصورنا الجميل هو من اكتر الناس اللي اثبتت لي ان الدنيا لسه فيها ناس كويسين، وان الدنيا لسه فيها ناس طيبين. فمن هنا بقول له كل سنه وانت طيب يا محمود، عقبال مليون سنه يا رب، يبارك لك في زوجتك، في ابنك، في كل حبايبك، وما تتحرمش منهم ابدا، وكل سنه عن سنه تزداد طيبه وجدعنه. كل سنه وانت طيب. الله يخليك، ميرسي يا محمود، تستاهل كل الخير والله. عندنا بقى البصل، شايفين جماله؟ بصوا بدا ياخد لون ذهبي حلو قوي كده، تحفه. هستنى لما يخش في اللون الذهبي اكتر واكتر، عشان لما احط الثوم ما يطولش معايا، الثوم هينزل على طول يتحمر، فما ينفعش احطه والبصل لسه فاتح، يعني لسه مش هيبقى مقرمش، وما ينفعش احطه علشان برضو الثوم نفسه ما يغمقش مني لو طولت عليه. لا احنا بس نظبط الدنيا هنا خلاص، عشان البصل قرب يحمر، مش هينفع نسيبه ونطلع فاصل. ماشي يا استاذ حمدي، منورنا والله. ربنا يكرمك. ايدينا بقى في البصل على طول علشان كله يبقى نفس اللون، ما سيبهوش شويه يغمقوا وشويه تانيين يبقوا فاتحين، شويه يتحمروا ويبقوا مقرمشين، وشويه لا، يبقى ايدينا على طول كده فيه لغايه ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه. هايل. ما تنسوش بقى ان البساره بتاعتنا على النار احنا كنا ضربناها بالهاند بلندر، تقدري بدل الهاند بلندر تحطي البساره في الخلاط وتضربيها زي ما انت عايزه. تمام، حلو قوي. هي فعلا من الاكلات نقول عليها ايه اللي هي من التراث واتنست وما بقاش حد كتير بيحبها، ممكن اجيال كتيره ما تعرفش طعمها اصلا. فيلا نرجع بقى كده الاكلات بتاعتنا التقليديه الحلوه دي، هي تقليديه واقتصاديه ولذيذه ومغذيه ومفيده وفيها فوائد كتيره جدا. فيلا بينا نرجعها كده ونحاول مع الولاد كده ان هم ياكلوها ان شاء الله. نعمل حاجه تانية جنبها عشان لو ما عجبتهمش ولا حاجه، بس نحاول يعني. في ناس بتعشقها كمان يعني، في ناس ما تعرفهاش بس في ناس بتعشقها. بصوا اللون الجميل، شايفين لون البصل وجماله؟ تحفه كده. بدا يدخل معايا بقى في ايه، في القرمشه واللون المطلوب. طيب دلوقتي بقى اقدر ان انا احط التوم علشان اديله لون كده ويتحمر مع البصل. بس شايفين لون البصل وصل لغايه فين؟ يلا بينا. ومعانا ريم. يا ريم، الو. الو، ازيك يا ريم، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. انا بحبك قوي يا روحي. انا بحبك اكتر، تسلميلي. انا كنت عاوزه عجينه البيتزا. عجينه البيتزا هقولها لك حالا، هقولها لك يا ريم على طول. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا يا قلبي، نورتيني واسعدتيني باتصالك حبيبتي. بصوا الجمال بقى، البصل بيكمل اللون بتاعه، الثوم كمان نزل علشان يتحمر، ابتدت ريحته الحلوه تطلع ويبتدي ياخد هو كمان اللون الذهبي. ما تيجوا بينا نحط بقى ملوخيه الكزبره الناشفه كمان علشان الطشه كده يبقى لها طعم حلو قوي. الريحه طالعه ما شاء الله جميله جدا، واللون حلو، والقرمشه انا حاساها كده وانا بقلب، حاسه بقرمشه البصل مع الثوم، والدنيا كلها زي الفل. طيب البصاره من الاكلات زي ما قلنا اللي بتتاكل سخنه وبتتاكل بارده، فتنفع في الصيف وتنفع في الشتاء. تعالوا بينا بقى ناخد من الخلطه الجميله دي والطشه الجميله دي شويه، نحطهم جوه البصاره نفسها، ونسيب الباقي دول علشان هنزين بيهم الوش. بصوا الجمال، تحفه ما شاء الله.
واللي في البصاره هنسيبهم بقى يغلوا مع البصاره شويه علشان البصاره نفسها من جوه تبقى منكهه بالبصل والثوم والكزبره التقليه الحلوه اللي احنا عملناها. دلوقتي بقى هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيين. مكملين، عملنا البصاره بس لسه هنقدمها، ودلوقتي معانا العجه. والعجه انتوا خدتوا الكيو كارد بتاعي ومشيتوا ولا ايه؟ والعجه من الاكلات اللذيذه. افتكر زمان لما كانوا بيبقى في البيت بقى بيخبزوا كده العيش في البلد، ويبقى خلاص بقى طبعا تعبانين من يوم خبيز طويل، ولازم تبقى الاكله او الغدوه بتاعه الخبيز يوم الخبيز ده حاجه تتحط في الفرن ورا الخبيز كده، ويحطوا رز معمر بقى، صينيه بطاطس، عجه بتبقى رهيبه، سمك يتشوي في الفرن. المهم ان حاجه تتعمل في الفرن، لسه مش هيقوموا يقفوا في المطبخ تاني ويعملوا حاجات، فبتبقى حاجه تتعمل في الفرن. كان بيبقى العجه دي بصراحه طعمها بتبقى لذيذ جدا، والعيش طالع سخن من الفرن كده، وكنا ناكل العجه مع لفت مخلل بقى، الله اكله تحفه جدا. النهارده هنعمل العجه بطريقه ولا اسهل من كده، وطعم روعه جدا، هتنفعك قوي في الفطار، ممكن تبقى الغدوه، عشاء، سحور. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. فاكله حلوه جدا، فيها مواد غذائيه، فيها كل المواد الغذائيه اللي احنا بنحتاجها، البيض، الخضره، طماطم، تاكل بالعيش، فوجبه متكامله كده ولذيذه جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقه التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندنا 8 بيضات، ده علشان نعمل صينيه حلوه، فممكن تقسمي المقدار نصين لو انت عايز تعملي صينيه صغيره مثلا في فردين ثلاثه في البيت بس، فتقللي على حسب يعني حجم اسرتك. يبقى عندنا 8 بيضات، عندنا بصلتين، نص كوبايه حليب، بصلتين مفرومين، هنحتاج كمان نص حزمه شبت مفروم، ونص حزمه بقدونس مفروم، نص حزمه كزبره مفرومه، وطماطميه كبيره متقطعه مكعبات صغيره من غير البزر، فلفل رومي متقطع مكعبات صغيره، فلفل حامي متقطع برده صغير، 3 معالق كبار من السمنه، ونص كوبايه دقيق، وهنحتاج رشه بيكنج باودر ورشه بيكنج صودا، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من الكمون. بس كده المقادير سهله خالص. انا بس عايزه ارجع للبصاره بتاعتي تاني علشان احط لها الخضره. تعالوا معايا كده بصوا كده على الفول اللي احنا كنا حاطينه. خلاص الفول استوى، بصوا اهو خلاص دخل في التسوية. دلوقتي هقدر أضيف الخضرة، علشان زي ما قلنا الخضرة لما تحط مؤخرا كده هتدينا نتيجة أفضل كطعم ولون وريحة. يلا بينا. ادي البقدونس والكزبرة الخضرة والشبت، هحط كمان معلقه الملوخيه، دي اختياري زي ما قلنا، ونقلب. حلو قوي، بصوا كده نسبه الميه معقوله جدا، يا دوبك الفول بقى خلاص هو ظاهر على وش الميه. تمام، تعالوا بينا يلا نغطي. الله الريحه طالعه رهيبه. طبعا الخضره لما بتتحط كده مؤخرا بتفضل ريحتها جميله ظاهره واضحه معانا. تعالوا نشتغل يلا في العجه. هناخد السمنه وهاخد البصله واروح كده في طاسه على النار علشان ادي تشويحه بس للبصل، احنا مش عايزين نطول على البصل ولا نحمره، عايزينه يفضل كده ايه لونه، يا دوبك يدبل فلونه يبقى شفاف ويبقى مسكر معانا في الاكل. تمام، انا عايزه بس الطاجن اللي هعمل فيه العجه يتبطن يا جماعه، كاني بالظبط بعمل كيك. تمام، كاننا بالظبط بنعمل كيكه، هنبطنه بدهنه سمنه بسيطه او زيت ونرشه بالدقيق كده. بصوا معايا السمنه ساحت، يلا بينا ننزل البصلتين الكبار اللي احنا عاملينهم وندي تشويحه لغايه ما يدبلوا، بس مش محتاجين ان هم يلونوا خالص.
مشغله الفرن على درجه حراره 170 وكاني بالظبط بشتغل في كيك. تمام، زي ما قلنا احنا محتاجين بس ان البصل يدبل مش اكتر من كده. يلا بينا بقى نرفع من على النار. خلاص كده انا مش محتاجه اكتر من كده، هرفعه من على النار. وزي ما قلت لكم عندنا بقى كل الخضار ده هحطه على البارد، انا كنت بس محتاجه ان انا اضيع الطعم بتاع البصل الني. فهنحط يلا الطماطم، وهنحط الخضرة بتاعتنا كزبرة بقى وشبت وبقدونس. انا كده برضو ببرد البصل، هحط الفلفل حامي وبارد، ولو ما بنحبش الحامي نقدر نشيله خالص من الوصفة مش مشكلة خالص على حسب الذوق. يبقى كده دي الخضرة بتاعتنا، الدنيا تمام قوي، حسوها سلطة كده في نفسها. تمام، هايل. تعالوا بينا بقى عندنا بقيه المكونات، البيض واللبن والدقيق والبهارات، هحطهم كلهم في بوله مع بعض ونربهم كويس قوي علشان نخلطهم بقى بالخليط اللي معانا. نجيب مضرب كده، مضرب يدوي، بسم الله. وهحط بقى الحليب نص كوبايه، اللبن، الدقيق ان شاء الله. حط بقى البيكنج صودا، البيكنج باودر، حط كمان الكمون والكزبره والملح والفلفل. ونراعي بقى ان احنا عندنا كميه خضره هنا، فالملح ياخد نحط للاثنين، يعني نعمل حساب الخضره ونعمل حساب البيض. وادي الفلفل كده، انا حطيت كل المقادير بتاعتي. تعالوا بينا بقى نضربهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن برضو نزود حاجة تانية في العجة دي، نزود مكعبات بطاطس متحمرة، دي برضو على حسب انتوا حابين كده ولا لا، بس ممكن تزود معانا الكميه وتبقى لطيفه قوي، خاصه البطاطس الفتره دي متوفره والى حد ما سعرها معقول. يعني عايزه اقول لكم لو الولاد ما بيحبوش الخضره والكلام ده كله، بصوا هياكلوا العجه وهتعجبهم قوي قوي، ريحتها بتبقى تحفه وطعمها حلو جدا. بصوا كده خلاص الخليط بقى جاهز معانا كله، امتزج مع بعضه، قلبنا الملح والدنيا تمام. تمام، يلا بينا بقى ناخد خليط البصل مع الخضار اللي احنا حطيناه ونضيفه على البيض. طبعا احنا كده بردناه بعد ما كان سخن جدا، ونقلب، هايل. ويلا بينا بقى القالب بتاع الفرن او صينية الفرن متبطنة زي ما قلنا بالدقيق والسمنة، المدهونة الأول سمنة وبعدين مرشوشة بالدقيق، بالظبط كأني بعمل كيك. ويلا بينا ننزل الخليط، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي، نظبط الدنيا. فرننا شغال على درجة حرارة 170 بالظبط زي ما بنكون بنعمل الكيك. يلا بينا ندخل على طول، يلا بسم الله. زي الفل، خلاص العجة في الفرن ومش هتاخد معاكي 20 دقيقة وهتبقى جاهزة والدنيا تمام. ايه رأيكم نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول؟ اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني. يلا نظبط بقى الملح بتاع البصاره بعد ما عملنا كمان العجه بتاعتنا. نظبط الملح كده والفلفل ونقلب علشان بقى نغرفها. بصوا بقى لونها والقوام بتاعها تحفه. تمام، أكلة سهلة وسريعة ومتاخدش حاجة. بالليل كده تنقعي الفول وتقومي الصبح على طول تحطيه على النار زي ما قلنا، وبعدين تحطيه الفول مع التوم والبصل، ولما تلاقي الفول دخل في التسوية خلاص هتحطي الخضرة عشان تفضل لونها أخضر وريحتها كمان طالعة هايلة جدا. أنا عايزة أغرف البصارة الأول وبعدين نبقى نشوف هنعمل إيه في البتنجان. تمام، يلا بينا. مجهزين بقى عندنا بصل متحمر زي بتاع الكشري كده، بصوا اللون والقوام. طبعا هي بتقعد بقى شويه كده تلاقيها بردت ومسكت. هايل. عندنا ايه؟ عندنا البصل فين اهو، برضو البصل ده حمرناه ورشينا عليه قبل ما نحمره، رشينا عليه كده معلقه دقيق او نشا اللي متوفر في البيت، ورشه ملح بسيطه كده علشان يقرمش معانا وياخد لون حلو كده من غير ما يتحروق. تمام، حلو قوي. والطشه اللي احنا عاملينها بالثوم والكزبره ناخد منها شويه كده نحطهم في نص الطبق بس كده. ايه رايكم؟ هنكمل بنفس الطريقه دي كل الاطباق بتاعتنا. بس انا دلوقتي ايه بقى، نشوف هنعمل ايه تاني ونبقى نكمل ده ان شاء الله لما نطلع فاصل. حبيت اوريكم بس شكل الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم اللون اخضر جدا، اللون حلو قوي والريحه والطعم بيبقى تحفه. عيش بقى سخن كده ومخلل ويلا بالف هنا وشفا. نعم، فين بقى؟ حاسه والله ان شاء الله يكون خلاص. ومعانا بتول. بتول يا بتول. الو، ايوه، ازيك يا بتول؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بتول بفتح الباء ولا بضم الباء؟ انا اعرف انها بفتح. ها، فتح صح كده؟ الله ينور عليك. يعني ايه بتول؟ عارفه ولا مش عارفه؟ مش عارفه. ليه؟ لا لا، احنا مش هنندمها ان هي اتصلت. ازيك يا بتول؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. منوراني يا روحي. عندك كام سنه يا بتول؟ 14. كام؟ 14. 17؟ 14. 14. منورانا. ليكي اي اسئله يا بتول؟ انا بحبك جدا. انا بحبك جدا جدا. منوراني يا روح قلبي. بتحبي المطبخ؟ بتفرج عليك كل يوم. منوراني يا روحي، منوراني والله. قولي لي يا بتول، بتحبي البصاره ولا ما بتحبيهاش؟ بحبها. بجد؟ الله عليكي، ده سقفه كبيره البتول يا جماعه، ما شاء الله، شطوره. قولي لي، ليكي اي اسئله؟ عايزه طريقه عمل المكرونه بالبشاميل. البشاميل، حاضر عينينا الاثنين. نورتينا يا بتول، نورتينا يا روح قلبي. اعتقد ان البتول اللي هي العذراء، صح يا جماعه؟ صح كده؟ ايوه. لا انا معلوماتي الحمد لله كويس شغاله. يلا بينا علشان نعمل ايه؟ نعمل البتنجان البانيه.
متعودين ولاد بيحبوا الحاجات المحمره اللي هي بيبقى عليها الكفر بتاع البقسماط والبيض والحاجات دي، فاقتصاديا بقى وعلى فكره صحيا هنعمل لهم بقى البتنجان البانيه. البتنجان من الحاجات الغنيه جدا بالحديد، غنيه جدا بالفيتامينات، فهنعمل لهم البتنجان كده بشكل كويس جدا هيعجبهم وطعمه بيبقى رهيب، والله انا عن نفسي بعشقه. يلا بينا بقى هنعمل ايه وهنحتاج ايه، يلا بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا كيلو من البتنجان الرومي، ولما نيجي نختار البتنجان يفضل نختار البتنجان اللي هو بقى شوية طويل تمام، ويكون بيلمع كده والعنق بتاعته الخضرة دي تكون خضرة قوي، ما تكونش لونها بني علشان ما يبقاش قديم ومش حلو. كمان تبقى البتنجانة خفيفة كده علشان ما تبقاش مليانة بذور من جوه وتبقى ممررة تمام. يبقى كيلو بتنجان مقطعينه دواير بالشكل ده إلى حد ما محملة شوية، مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي. عندنا بيضتين، كوباية دقيق، كوباية ونص من البقسماط المطحون، هنحتاج كمان معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار حليب، نص معلقة صغيرة بقى توم باودر، ونص معلقة صغيرة بصل باودر، ونص معلقة صغيرة قشطة، قشطة ايه شطة ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة كاري وملح وفلفل اسود وزيت للقلي تمام. شطة يا جماعة مش قشطة وتعالوا بينا يلا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. اولا احنا عندنا مقادير او التوابل بتاعتنا، تعالوا كده نخلطها مع بعض الاول كلها مع بعض كده، نشوف بس حاجه كده ايه صغننه نخلط فيها. حلو الطبق ده، يلا بينا. يبقى عندنا بصل بودر، توم بودر، في كمان بابريكا، شطه تمام، والكاري، وتعالوا بينا ناخد ملح وفلفل. ملح بقى على قد كمية البتنجان اللي معانا دي تمام. وهقلب البهارات كلها مع بعض. ليه بقى؟ علشان لما ارش على البتنجان تبقى كلها واخدة نفس التتبيلة، ما يبقاش فيه جزء فيه بصل بودر والجزء ما فيهوش، شوية فيهم شطة وشوية لا، وهكذا. على فكرة الشطة كمان من الحاجات اللي نقدر نستغنى عنها في التتبيلة، يعني لو عايزينها سبايسي نحط الشطة، عايزينها عادية بلاش نحطها، وبرضو كميتها على حسب ذوقكم تمام. قلبنا التتبيلة بتاعتنا كويس، هجيب بقى طبق كبير علشان احط فيه البتنجان ونتبله كده بالملح والفلفل والبهارات اللي احنا قلبناها مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مين تاني؟ خلود. الو الو يا خلود. الو ايوه مساء الفل. تمام بحبك قوي. بحبك اكتر. عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله يا روح قلبي منوراني، بحبك جدا يا روح قلبي. تسلمي لي، انا بحبك اكتر. عندك كام سنه قولي لي؟ عندي 10 سنين حبيبه قلبي. بنعمل حاجه في المطبخ مع ماما ولا بنسيب ماما واحنا ندوق؟ لا بعمل معاها. ما شاء الله شطوره. طب بتعرفي تعملي حاجه لوحدك؟ اه. ايه بقى؟ بعمل بانيه وبطاطس محمره. ما شاء الله ما شاء الله، اهم حاجه البانيه والبطاطس المحمره دول اهم حاجه، كل والبقية ستأتي. حبيبة قلبي منورانا. ليكي أي أسئلة يا خلود؟ أنا كنت بس بسلم عليك. يا روح قلبي ما تحرمش منك أبدا، نورتينا يا روح قلبي، نورتينا وأسعدتينا باتصالك. يلا بينا بقى نبتدي نجهز الكفر اللي هنغطي بيه ايه البتنجان. حطينا هنا الدقيق، هحط هنا البيض ومعاه الحليب، معلقتين كده كبار من الحليب، ونجيب لهم كمان ملح وفلفل، رشة ملح، رشة فلفل علشان ما يبقاش للبيض اي ريحة زفرة، وبالشوكة كده ويلا نربهم.
تمام. هايل. خلي الشوكه هنحتاجها. اثبتي. عندنا بقى البقسماط المطحون، وهنحط عليهم معلقتين كبار من النشا او ربع كوبايه من النشا. واحنا متفقين وقايلين المعلومه كتير ونعيدها تاني، ان النشا بيخلي اي حاجه بنحمرها تبقى مقرمشه، كمان بيخلي اللون بتاعها يبقى فاتح والحاجه تستوي من جوه، ما تبقاش متحروقه وهي لسه نيه، بتاخد وقتها يعني في التسويه وهي لونها فاتح وحلو. تمام. ادي البقسماط، حلو قوي يا جماعه، البقسماط لونه اصلا فاتح فشكله حلو جدا. ومعانا استاذه نادي. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا روحي؟ اه عامله ايه؟ يا حبيبتي انا بحبك قوي قوي في الفصل. يا روح قلبي بحبك اكتر والله، تسلمي لي. والله بصي، اصل الرسول اكبر قال لو حبيت حد بلغه بالحب بتاعي. حبيبتي انا ببلغك حبي. يا روحي تسلمي لي والله العظيم، والله انت عسل. والله بحبك قوي قوي في الفصل. تسلمي لي يا روح قلبي، انا بحبكم اكتر والله، ما بحرمش منكم ابدا. ربنا يديكي الصحه والعافيه وتسلم ايدك وعينك ووقفتك. ربنا يعزك. كل حاجه حلوه بتعمليها. تسلموا لي يا رب، ما تحرمش منكم ولا من دعواتكم الحلوه اللي دايما كده بتغمروني بيها. تسلموا لي والله. ربنا يخليكي ويخليكي ويخليلك اهل بيتك ويخليلك ولادك وبناتك ويفرحك بيهم. امين يا رب، امين يا رب، تسلموا لي يا رب. واياكي يا روح قلبي واياكم جميعا ان شاء الله. حبيبتي حبيبتي والله العظيم بجد يعني اسعدتيني باتصالك. ممكن طبعا العجه شغاله وزي الفل ما شاء الله لا قوه الا بالله، بدات تاخد لون كمان، بصوا معايا كده، هايل العجه دي يا جماعه ريحتها جباره، بصوا بدات تاخد لون من الجناب، فاضل الوش شويه هنقفل عليها نخليها تكمل كده، زي ما قلت لكم بتاخد حوالي تلت ساعه لنص ساعه بالكتير. ينفع نحط لها جبنه؟ طبعا ينفع نحط لها، يا خبر ابيض، بس احنا اقتصادي بقى فبلاش الجبنه، بس لو الولاد بقى عايزه تغريهم ان هم ياكلوها على الوش بقى، اول ما الوش كده ياخد لون حط شويه جبنه مبشوره على الوش وخليها يدوبك بس تسيح، وطلعي بقى بالف هنا وشفا. تمام. يلا بينا نشتغل. خلاص تبلنا البتنجان وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين، بننزله الاول في الدقيق كده، وبعدين بيض. لا لا احنا اقتصاد اقتصاد صرف. الشكل ده. وننزل بقى في خليط النشا مع البقسماط، وزي ما بنعمل البانيه بالظبط. نعم زي الفل. بصوا هنضغط كده علشان البقسماط يمسك، هجيب طبق علشان احط فيه اللي جاهز على التحمير. يلا تاني. يبقى كده بناخد البتنجان اللي تبلناه وزي الفل طعمه هيبقى خطير، واحط كده يلا في البيض مع الحليب، اهم حاجه نغمسه كويس علشان يشيل معايا بعد كده البقسماط، وننزل هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ونضغط الزيت بتاعي على النار بسخنه علشان نبتدي نقلي فيه. الزيت سخن على نار متوسطة، انا هحط الزيت تاني عشان كنت رفعته عشان ما يسخنش جامد. يبقى زيت سخن على نار متوسطة علشان بتنجان يستوي معانا. يلا اظن الموضوع سهل قوي. ريهام مش سامعاكي تاني معلش. زي ما قلنا كده في البداية ان الولاد بيحبوا الحاجات البانيه، وزي ما احنا عارفين الاسعار البانيه بقت عالية قوي، فيعني يوم كده ويوم كده وتمشي ان شاء الله، فحبينا نعمل البتنجان بالشكل ده بيبقى رهيب. كمان البطاطس ينفع نعملها برضو بتبقى حلوة قوي قوي، ان شاء الله اعملها لكم في حلقة جاية بإذن الله. وبعدين مفيد ومغذي جدا البتنجان، البتنجان كله حديد، بنتحايل على الولاد عشان ياكلوه ما بيرضوش، فهنعمله لهم كده هياكلوه ان شاء الله ويعجبكم، هيعجبهم قوي. يلا ما بياخدش وقت مننا خالص خالص،
في ثواني، حتى التتبيل بتاعه على طول ولا اسهل من كده، وبيطلع طعم جميل جدا. اهم حاجه واحنا بنقلي النار متوسطه، قولوا لي ليه، علشان البتنجان يستوي ما يطلعش معايا ني. انا هروح كده اجرب اشوف البتنجان اخباره ايه، الزيت اخباره ايه، سخن ولا لا، يعني قرب قرب يسخن. نعمل واحدتين كمان ونروح نحمر. واحنا شغالين كده ما تيجوا نقول يلا عجينة البيتزا سريعا. البيتزا بنحتاج لها كوبايتين دقيق، معلقتين من اللبن البودر لو متوفر، تمام، بيدي طعم حلو بيدي غنى للعجينة. هنحتاج كمان معلقتين كبار من الزبادي، معلقتين كبار من المايونيز لو متوفر، مش متوفر هنستغنى عنه ونحط معلقة زيت، تمام، ومعلقة خل. خلاص يبقى بدل المايونيز اللي في العجينة بتاعتنا معلقة زيت ومعلقة خل وخلاص، عشان لو المايونيز سعره غالي ومش متوفر في البيت. هحط المكونات كلها مع بعض مع رشة بقى ملح ورشة سكر، معلقة صغيرة من السكر، معلقة من الخميرة، تمام، وعجنهم مع بعض كويس قوي. لو احتاجنا شوية مية دافيين هنحطهم، ما احتاجناش خلاص. نعجن العجينة ونسيبها، لازم العجينة تعجن كويس جدا جدا، وبعد ما نعجنها لازم العجينة تكون لينة معانا، ما ينفعش العجينة تكون ناشفة، ناشفة يبقى البيتزا كمان هتطلع ناشفة. فعجينة لينة مطاطية اتعجنت كتير اتخدمت كويس، هسيبها تخمر، بعد ما تخمر هقطع العجينة بتاعتي الكورتين عشان اعمل بيتزتين كده حجم ايه متوسط. بعد كده احط التوبنج وادخل على طول الفرن على نار اعلى درجه حراره، والفرن كمان لازم يكون شغال من قبلها مش اقل من ربع ساعه علشان يسوي معايا البيتزا على طول من غير ما ينشفها، تمام. علشان نعمل صوص البيتزا بكل سهوله برضو وما ياخدش مننا وقت، هنحط بقى 3 معالق من الصلصة على 3 معالق من الكاتشب، ونديهم رشة توم باودر، بصل باودر، كمان زعتر بيبقى حلو جدا مع رشة بسيطة من الملح، وقلبيهم وحطي بقى توبنج فوق العجينة بتاعتك، وبعدين حطي بقى اللي انت عايزاه كله بقى، خضار، جبن، تونة، فراخ، اللي انت عايزاه اللي متوفر عندك، تمام. كده احنا نزلنا البتنجان في الزيت. انا بس ايه هطلع حاجة من الدرج كده عشان نبتدي نقلب بيها. حاضر عينينا. بصوا بقى الجمال، لا هينطر الكفر اللي فيه ولا هيعملها، لانه ما بيكشش، مش زي مثلا اللحمه والفراخ فلما بتنزل كده بتكش فبتبتدي تنطر معانا الكفر بتاعها. البتنجان هيطلع معاكي 10 على 10، اهم حاجه نار متوسطه علشان ياخد راحته في التسويه وياخد اللون الجميل. ايه رايكم؟ بصوا الجمال تحفه. يلا بينا بقى هنطلع فاصل صغنن خالص ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وبنحمر البتنجان البانيه. بصوا بقى الجمال، زي ما قلنا نار متوسطة والزيت سخن، تمام، ياخد معاك اللون الحلو ده براحته خالص، البتنجان يستوي ويطلع 10 على 10. هايل. نتيجوا نبص بصة اخبار العجة بتاعتنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد كده تحفه جدا جدا، ما شاء الله ما شاء الله بجد. بصوا الجمال، اكتر من روعه، والبايركس مبين عندنا، العجه مستويه جدا اهي. بصوا كده من الجناب، بصوا فين فين كده كده باينه ولا اللون اهو ذهبي.
تمام، العجة نفسها استوت وعشرة على عشرة. احنا ممكن كمان نقطع ونطلع حتة منها، هي سخنة اه بس هنحاول مع بعض. يلا. نعم. يلا نكلم مين؟ ام شيماء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. عاملة ايه؟ الحمد لله، روح قلبي في نعمة. الحمد لله يا ربنا. ايه الاخبار؟ تسلمي لي يا روحي. وانتي طيبة والله. وانتي بألف صحة وسعادة حبيبة قلبي. والله العظيم انتي تستاهلي كلام اختي، ولو قلت لك بجد الدنيا دي كلها مش كفاية. يا روح قلبي ما تحرمش منك ولا من ذوقك أبدا، تسلمي لي. كلكم ما شاء الله عليكم زي العسل. والله انتوا اللي زي العسل. حبيبتي حبيبتي والله تسلمي لي. رحتي فين؟ يا ام شيماء خط فصل. طيب نورتينا واسعدتينا بكلامك. انا هحاول كده اطلع قطعه، اجيب طبق. بسم الله الله. طبق فين؟ عايزين طبق يا جماعه صغير. ما عنديش ولا طبق صغير، فدخلوا لي طبق كده علشان اطلع فيه قطعه. تعالوا نطلع كده البتنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يتحمر نطلعه على طول. بص ما شاء الله على اللون وما شاء الله على الطعم، بيبقى حلو قوي. عايزه افتح لكم واحده برضو من البتنجان كده. بصوا معايا، بصوا اهو طالع سخن من النار، بتنجان مستوي والدنيا زي الفل، تحفه تحفه جدا. يلا على فرشه كده من الجرجير ونقدم البتنجان بتاعنا البانيه مع بقى سلطه بطاطس محمره، هيبقى تحفه جدا جدا. خليه يتحمر براحته. وتعالوا بقى نطلع قطعة كده من العجة. بسم الله. مستوية طبعا، هي سخنة خالص، بصوا مستوية وتحفة ما شاء الله زي الفل، هايل ريحتها بجد وهمية، ريحة الخضرة، والخضرة فيها كتير فما شاء الله ريحتها حلوة قوي قوي. وسهلة وبسيطة وعملناها في دقايق معدودة وما أخدتش كمان وقت مننا في الفرن ولا حاجة. يلا بينا بقى نطلع البتنجان كله. والله شكل الاكل مبهج ومفرح ويفتح النفس على الاكل بصراحه. صدقوني الاكلات الاقتصاديه بتاعتنا او الشعبيه بتاعتنا اكلات فعلا بتاكل، مهما كنا بنقول احنا ما بنحبش ده وما بنحبش ده، بس اول ما بيتحط قدامنا الريحه والطعم بيجبرونا ان احنا ناكل ما شاء الله، وناكل كتير كمان. واخدين بالكم مفعول النشا؟ نخلي البتنجان ياخد راحته خالص في التحمير، ياخد وقته في التسويه، ويطلع معانا في الاخر لونه ذهبي وحلو قوي. هل تسمعني؟ انا مش سامعاك. حالا حالا يا استاذ حمدي. حاضر. لا بس بجد انا مش سامعاك، انا طشاش. طشاش بس هسمع الكلام. خلصنا، يلا بينا بقى
اللون تحفه جدا. بنطلع على مناديل مطبخ طبعا علشان ايه تصفي معانا اي زيت زياده. ايه الجمال ده؟ حلو قوي. وعندنا بقى شرايح طماطم وفلفل، نكسر اللون كده. حلو قوي، ايه رايكم؟ طبق حلو جدا، سهل ولذيذ. حط هنا. نعم، زي الفل. دي كانت حلقتنا النهارده استكمالا للوصفات الاقتصاديه والاكلات الشعبيه التقليديه بتاعتنا الحلوه. عملنا النهارده المسقعه، شايفين لونها اخضر ازاي؟ تحفه. حته انك انت تحطي الخضره بعد ما الفول يستوي، دي بتخلي طعم وريحه ولون البصاره حلو قوي. انا قلت مسقعه بصاره. معلش يا جماعه. انا نفسي في المسقعه. يبقى البصاره النهارده عملناها. وزي ما قلنا كده نحط الخضره في اخر التسويه. شرقتوني. ضحكوني وشرقوني. وعملنا كمان العجة بطريقة كده لذيذة وطعمة جدا جدا. عملنا كمان البتنجان البني عشان الولاد اللي ملهمش بقى في البصارة والحاجات دي فيلاقوا حاجة ياكلوها. أكلات لذيذة جدا، أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. هستنى تعليقاتكم تطبيقاتكم اللي دايما بتساعدني على بيج البرنامج العزومة مع فاطمة بحاتي، والبيج بتاعتي فاطمة بحاتي بالعربي وبالانجليزي. ميرسي جدا على الكلام الحلو، ميرسي على حبكم، ربنا يديم نعمة كبيرة في حياتي يا رب ما تحرمش منها أبدا، ودايما دايما أكون عند حسن ظنكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.